مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في اول حلقه من حلقات السادسه. برحب طبعا بكل جماهير وعشاق النادي الاهلي اللي بيتابعونا وبيتابعوا قناه النادي الاهلي في شكلها الجديد في مصر وفي كل مكان. اهلا بيك يا ساره. اهلا بيك يا احمد، مبروك علينا ومبروك على حضراتكم، يعني افتتاح قناه الاهلي، وعايزه اقول كل سنه وحضراتكم طيبين يا رب بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يا رب في الايام المفترجه دي ربنا يحقق لنا كل اللي بنتمناه وكل اللي حضراتكم بتتمنوه. برنامج السادسه هيكون معاكم الحد للخميس لمده ساعه ونص على الهواء. امبارح ما قدرناش نكون مع حضراتكم علشان كان في تعارض مع توقيت ماتش الاهلي والجونه، طبعا الف مبروك لفريق النادي الأهلي. هنكون عندنا هنا في البرنامج هنناقش كل القضايا اللي تهم حضراتكم، وكمان هيكون عندنا ضيوف مفاجأة جدا. كمل بقى يا أحمد. طبعا عندنا يعني طبعا قبل ما أدخل بس في السادسة سارة لازم أوجه تهنئة لجمهور الأهلي وعشائه في كل مكان على الشكل الجديد والانطلاقة الجديدة لقناة النادي الأهلي، وأعتقد أنه الفيدباك أو ردود الأفعال على المحطة بعد أقل من 48 ساعة من انطلاقها بتعكس قد إيه حجم الجماهيرية والشعبية اللي بيتمتع بيها النادي الأهلي من خلال جماهير وعشاقه طبعا في كل مكان. كمان لازم نقول مبروك لإدارة النادي الأهلي ولأعضاء النادي الأهلي على نقلة نوعية الحقيقة قامت بها إدارة النادي في تطوير القناة. كمان المباركة لازم تمتد لشركة لايف الحقيقة اللي دعمت التجربة، وأعتقد أنها أصبحت صاحبة بصمة كبيرة جدا في مجال الإعلام الرياضي وخصوصا الإعلام الرياضي المرئي. كمان لازم أوجه تهنئة وشكر لكل زمايلنا اللي اشتغلوا في القناة واللي تعبوا على مدار أيام وشهور طويلة جدا عشان تخرج القناة بالمستوى العالمي اللي حضراتكم تابعتوه، وعهد علينا إن شاء الله أنا وكل زمايلي قدام الكاميرا وورا الكاميرا إن احنا نقدم لحضراتكم رسالة إعلامية تليق باسم وبعظمة كيان النادي الأهلي. السادسة بقى يا سارة، السادسة الحقيقة هيكون مساحة مهمة جدا لكل جماهير وعشاق النادي الأهلي، زي ما قالت سارة كل النجوم النادي الأهلي في مختلف رياضات هيكونوا ضيوف علينا، مهم جدا كمان نكون مصدر الأول، وبكرر زي ما قلت في الافتتاح مع كابتن مصطفى عبده الأكثر دقة والأكثر مصداقية، هنا كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي، إن شاء الله السادسة ننجح في المهمة دي أنا وسارة وكل كرو العمل في برنامج السادسة مساء إن احنا نقدم لحضراتكم وجبة دسمة جدا تتعلق بكل الأخبار اللي تهم حضراتكم على الساحة الرياضية بشكل عام واللي تخص طبعا نادينا المفضل النادي الأهلي. عايزين كمان يا احمد نقول انه كل الاخبار الحصريه، انا باكد على كلامك، اكيد هتكون معانا في برنامج السادسه، وكمان الضيوف يا احمد يعني هنحرق المفاجاه الضيف اللي معاك النهارده. خلي المفاجاه الضيف اللي معايا في اخر تقدمه الحلقه، بس انا عايز اقول وانت طبعا ساره ليها صولات وجولات مع كبار نجوم الرياضه في العالم كله، كمان لازم نقول ان الرياضه العالميه هيكون ليها نصيب معانا هنا، وهنتابع مع حضراتكم اهم واكبر البطولات سواء كنا بنتكلم على الدوريات الاوروبيه، بونزليجا، كالتشيو، بريمير ليج، ليجا الاسبانيه، الليج ان في فرنسا، كل دي هتكون ماده حاضره معانا بشكل يومي ان شاء الله في السادسه مساء. كمان احنا مش هننسى الرياضات الاخرى، اكيد هيبقى لها نصيب برضو سواء كان فريق الاهلي في الطايره، في السله، كل ده هنتابعه باذن الله مع حضراتكم ان شاء الله. في جزء اساسي ومهم جدا بالنسبه لنا عشان احنا زي الاهلي عينينا على طول بصه لقدام، عينينا مشغوله باللي جاي في المستقبل، دايما بنحاول نبقى سابقين بخطوه، كل القضايا اللي على الساحه الرياضيه في مصر هيكون ليها كمان مساحه مش بس اللي تخص النادي الاهلي، وفي النهايه الاهلي وكل الانديه المصريه بتشتغل بهدف رفعه الرياضه المصريه، هو ده المفروض يكون الهدف الكل الجميع، سواء كنا بنتكلم على انديه او الاتحادات او حتى جمهور لازم يكون حاطه قدام عينيه، عشان كده هيكون في برضه مساحه مهمه جدا لمناقشه القضايا الرياضيه في مصر بشكل عام، واعتقد انها كتيره جدا. نبتدي عناوين الاخبار. قبل الاخبار هيكون معانا تقرير، هيبقى معانا دلوقتي تقرير عن جماهير الاهلي هنشوفه ونرجع مره ثانيه. الحقيقه فعلا جمهور الاهلي جمهور عظيم، وهو يعني اعظم جمهور في الكون، وده كان هدفنا خلال عمليه التطوير ان الاهلاوي مش هيسيبنا، وده اللي احنا بنراهن عليه وعارفين انكم في ظهرنا وواقفين معانا من اول انطلاقه القناه، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه جدا مع بعض. كمان عايزه اكد ان حضراتكم ليكم مساحه مشاركه في البرنامج، عايزين نشوف على هاشتاج السادسه كل اسئلتكم كل مقترحاتكم، لو عايزين اي حاجه جديده اي حاجه مختلفه انتوا احلموا واحنا ننفذ. نبتدي مع حضراتكم حلقه النهارده بقى أهم الأخبار والعناوين. ياسر إبراهيم بيغيب شهر عن الأهلي بعد إصابته في ودية الجونة. كواليس جلسة صالح جمعة مع فايلر في الأهلي. أزارو بيدرس شكوى الاتفاق السعودي للاتحاد الدولي. ديلي ميل تسلط الضوء على صداقة صلاح ولوفرين.
رونالدو بيواصل كتابة التاريخ وبيفوز بالدوري مع اليوفي السنة دي. كلوب يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي. بنرحب بحضراتكم من جديد. هنبدأ دلوقتي بتفاصيل الأخبار. هنبدأ طبعا بأخبار الأهلي في المواقع. قناة الرياضية المغربية طلعت تقرير وقالت فيه أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استقر على مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن الأهلي طبعا هيواجه فريق الوداد المغربي والزمالك هيواجه الرجاء البيضاوي في الدور نصف النهائي. القناة الحقيقة كمان أكدت من مصدر خاص من داخل الكاف انه الكاف استقر على انه المباريات دوري الابطال بالنظام القديم هتبقى مباراتين ذهاب وعوده. هتكون مباريات الذهاب ايام 25 و26 سبتمبر اللي جاي ان شاء الله، فيما تقام مباريات العوده ايام 2 و3 اكتوبر. نفس المصدر كمان اكد انه القناه انه كل جميع المباريات هتقام في الساعه 7 مساء بتوقيت جرينتش، يعني تقريبا الساعه 9 عندنا هنا بتوقيت القاهرة. الكاف تراجع تماما عن فكرة انه يلعب دور نصف النهائي من خلال مباراة واحدة بعد ما اعتذرت الكاميرون بشكل رسمي كمان عن استضافة المسابقة اللي توقفت تقريبا فترة يسارة تقترب من حوالي 4 شهور بسبب أزمة كورونا. خليني اقول لحضراتكم كمان انه في الكواليس كده في دهليز الاتحاد الافريقي في قرار انه لو ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله النهائي كان مصري بين الاهلي والزمالك، يعني الاهلي والزمالك تأهلوا للنهائي، القاهرة هتستضيف المباراة النهائية. ولا قدر الله إذا فازت المغرب أو فرق المغرب الشقيق، طبعا في الأول وآخر دي رياضة والمنافسة فيها لازم تكون شريفة، لكن إذا فاز أو تأهل الرجاء والوداد للنهائي المباراة النهائية هتكون في المغرب. في حالة ما إذا كان النهائي بين نادي مصري ونادي مغربي هيتم الاتفاق على أن يكون هناك ملعب محايد. بس متهيألي كده أحسن يا أحمد إنه ذهاب وإياب، لو لا قدر الله ما توفقناش في مباراة الذهاب عندنا فرصة ان احنا نعوض على ارضنا. انا عندي احساس كبير جدا ان الاهلي ان شاء الله هيعمل نتيجة ايجابية في المغرب ونرجع ان شاء الله هنا على ارضنا نلعب مرتاحين ان شاء الله باذن الله ونوصل للنهائي ونقرب بقى من النجمة التاسعة يا رب باذن الله. هنروح دلوقتي لموقع سوبر كورة واللي قال ان ياسر ابراهيم لاعب الاهلي اصبح مهدد بالغياب عن فريقه حوالي 3 اسابيع أو شهر، وده طبعا بعد إصابته في ودية امبارح قدام الجونة بجزع في كاحل القدم واللي فاز فيها الأهلي بنتيجة 5-2. ياسر إبراهيم أجرى الحقيقة أشعة امبارح، وحسب التقارير الأولية اللاعب هيغيب يعني شهر زي ما قلنا عن التدريبات، وهو اللي هيتم التأكيد عليه وإعلانه بعد ظهور نتيجة الأشعة اللي أجراها اللاعب أمس. باد لك بصراحة ياسر، يعني كان بعيد فترة ورجع تاني، والحقيقة فايلر اعتمد عليه بشكل أساسي الفترة الأخرانية. امبارح تألق وجاب جون في مباراة الجونة، لكن الحقيقة كل الناس كانت إصابة صعبة شوية، وبتمنى إن شاء الله إن هو يرجع بالسلامة للنادي الأهلي. الحقيقة هنروح مع حضراتكم لبوابة فيتو. مصدر داخل النادي الأهلي نفى لبوابة فيتو وجود مفاوضات مع نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط نادي بيراميدز، والمصدر قال إن الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب، وإنه سويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق ما طلبش استخدامه في ميركاتو الصيف اللي جاي. وكلم الحقيقه المصدر وقال انه يمكن دونجا في وقت سابق كان واحد من اللعيبه المرشحه عشان تنضم ودعم وسط ملعب النادي الاهلي، لكن في الوقت الحالي ما فيش اي مفاوضات مع اللاعب اللي اشاد في نفس الوقت بيتمتع بامكانيات كبيره جدا ولكنه خارج حسابات النادي الاهلي في الفتره الحاليه، خصوصا كمان لو حضراتكم تعرفوا في مركز دونجا الحقيقه الاهلي متخم، يعني خط وسط الاهلي فيه لعيبه ثقيله جدا، سوليا، ديانج، حمدي فتحي ان شاء الله بعد ما يرجع بالسلامه وغيرهم الحقيقه. فاعتقد انه زي ما الخبر بيقول دونجا خارج حسابات الاهلي الفتره القادمه. هنكمل اخبارنا بس هنروح دلوقتي احمد لمراسلنا شريف شعبان من ملعب التتش ونعرف عنده ايه اخر الاخبار. مساء الخير ساره، مساء الخير احمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك برنامج السادسه، وباذن الله يكون وش خير على النادي الاهلي، وباذن الله يكون الانتصارات قادمه، بطوله افريقيا وبطوله الدوري كاس مصر باذن الله. الاهلي كالعاده يحصد جميع الالقاب. انا بالفعل متواجد وخلفي تمرين النادي الاهلي نادي القرن استعدادا لاستكمال المسابقات المحليه والبطوله الافريقيه طبعا وكاس مصر. يمكن الاهلي بيستعد لمباراه انبي اللي هتكون يوم 9 اغسطس
الأقصر القادم، والأهلي أجرى وديتين لهذه الاستعدادات أو لمباراة إنبي، مباراة الجونة اللي كانت بالأمس وقدر يفوز فيها بخمس أهداف مقابل هدفين، ومن قبلها مباراة سموحة اللي قدر يفوز بها أيضا بأربع أهداف مقابل لا شيء. الناس كلها عاوزة تطمئن على ياسر إبراهيم. خليني أقول لكم قائمة الإصابات في النادي الأهلي، يمكن ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد محمود، سعد سمير، ونيدفيدي. لو هبدأ بسعد ونيدفيدي، يمكن هم لازم يسافروا ألمانيا ياخدوا الضوء الأخضر من الطبيب الألماني ويرجعوا إلى القاهرة مرة أخرى، فدول لسه يعني شوية مش هنتكلم عليهم الآن. نتكلم محمد محمود اللي من خلفي بيجري التمرينات البدنية، يمكن على أرض رملة في ملعب جانبي جنب ملعب التتش، خلاص هو بيستعدي يمكن في أقل من 10 أيام بإذن الله ويكون متواجد مع زملائه في الملعب، وخلاص في الإجراءات البدنية الأخيرة علشان خاطر المخزون البدني اللي عنده يقدر يجاري بيه لاعبي النادي الأهلي. محمود وحيد كان عنده شد قدامه أسبوع أو أقل من 10 أيام بإذن الله ويكون موجود. كان في كلام أربع أسابيع بالكتير بإذن الله، وهيكون كان في كلام على انه الاهلي او الاداره الفنيه النادي الاهلي وريني فايلر بيفكر انه يعمل مباراه وديه ثالثه قبل ما تبتدي ماتشات الدوري او تستأنف مباراه الدوري العام مره ثانيه. ايه صحه الكلام ده، وهل تم تداوله في مختار التتش النهارده ولا لا؟ لا 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 لا، الى الان هم فايلر طلب مباراتين وديتين بالفعل تم لعبهم، وايضا غير مباراتين كان في تقسيمه ما بين الفريقين من داخل فريق النادي الاهلي. الى الان فايلر تصريحاته كلها، الكابتن سيد حفيظ طبعا مدير الكره، تصريحات كلها واحده مباراتين خلاص. خلي بالك ما فيش وقت كمان، انت بتتكلم لو قلت لك البرنامج، لو قلت لك بكره هيبقى التمرين 9:30 الصبح، الجمعه والسبت هيكون اجازه، الحد هيكون التمرين 5:30، هيبقى خلاص بينك وبين مباراه ام بي لاي يوم 9، هيبقى الوقت قليل جدا. من الصعب ومن الصعوبه نغامر واخش العب مباراه وديه تاني في شهر 8 قبل مباراه انبي بكذا يوم. الاصابات ممكن لا قدر الله تحصل حاجات كتيره جدا، خلاص هو بيعلى بالمخزون البدني وبينزل الشهر الجاي يبدا ينزل بيه المخزون البدني عشان خاطر يبدا يعني يطلع مباراه انبي بكامل قوه فريق النادي الاهلي. فانا باكد لك الى الان مفيش خالص اي مباراه وديه النادي الاهلي هياخدها باستثناء طبعا مباراه الجونه ومباراه سموحه. اطمنك على حمدي فتحي. نطمن على حمدي فتحي، اتفضل طمني على حمدي فتحي، اتفضل. حمدي فتحي بيتكلم في اسبوع باذن الله بعد العيد هيجري المسحه الاخيره، ولو باذن الله هيبقى سلبيه هيكون موجود في ارض الملعب. ياسر ابراهيم اللي الناس كلها بتسال عليه، ياسر ابراهيم النهارده حاضر النادي الاهلي، وقفت اتكلمت معاه شويه، يمكن عنده ورم يعني شويه، يمكن الورم بدا يقل شويه في اسفل القدم، ولكن باذن الله اقل من اسبوعين باذن الله بالكثير باذن الله، ويكون راجع مره اخرى مع زملائه في الملعب. وباذن الله الاهلي يستعد لمباراه انبي وتكون فتحه خير باذن الله لاستكمال الموسم، ويقدر يفوز على انبي ويستكمل باقي المباريات عشان يحسم بطولة الدوري سريعا، ويركز في البطولة الأفريقية اللي هتكون مع فريق الوداد المغربي. في 30 ثانية ممكن تقول لي اللقب الأفريقي يحصل أبرز ملامح التدريب النهاردة؟ الجدية والإصرار، والكل بيحاول يلفت نظره عشان فايلر، بيحاول يلفت نظر فايلر عشان يقدر يستقر على تشكيله، فكل لعيب بتتصارع أو بتلفت نظر الراجل عشان يقدر يعتمد عليهم الفترة المقبلة. شكرا مراسلنا شريف شعبان من ملعب التتش. الحقيقه كل المراسلين عاملين مجهود قوي جدا وجبار، هيكون معانا بشكل يومي ان شاء الله متابعه على شاشه قناه النادي الاهلي، وتحديدا في السادسه للتمرين اليومي لفرقه النادي الاهلي من داخل طبعا ملعب مختار التتش. نكمل اخبارنا مع حضراتكم، والحقيقه نروح لبوابه الاهرام يا ساره، اللي قالت انه سويسري ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي كان ليه جلسه الحقيقه مع صالح جمعه. صالح جمعه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي كلها الحقيقه علامه استفهام، ومفيش حد يختلف على الموهبه اللي بيتمتع بيها صالح جمعه. الحقيقه كان في جلسه جمعت ما بين ريني فايلر مع صالح جمعه بعد فتره من فترات كان فيها شد كتير الحقيقه، وكانت النادي جماهير النادي الاهلي كانت متضايقه انه صالح بعيد عن تشكيله النادي، لانها شايفه فيه الحقيقه موهبه حقيقيه، وهو صالح بيتمتع مفيش شك موهبه كبيره جدا. الراجل اتكلم معاه في نقط واضحه، واعتقد انه احنا قدام صفحه جديده بتتفتح في العلاقه بين فايلر وبين صالح جمعه. اكد خلال الجلسه دي لصالح انه محتاج يبذل مجهود اكبر خلال الفتره الجايه، وانه الالتزام ده يعتبر بدايه مبشره جدا، محتاج يركز على انه يرفع مستوى لياقته البدنيه، يرفع كفاءه العضلات، يزود من معدلات السرعه عشان يكون عنده فرصه للمشاركه مع الفريق خلال الفترة الجاية. وخلال نفس الجلسة الحقيقة سارة يمكن كان في إشادة من فايلر بالتقدم اللي حصل في والجهد اللي بيبذله كمان صالح كومة.
أكيد طبعا، هو صالح جمعة يعني بيبذل جهد كبير ولعب قوي، يعني بنبقى دايما محتاجينه في النادي الأهلي. كمان صالح جمعة بينفذ في الوقت الحالي برنامج تدريبي بيتضمن الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية ورفع كفاءة عضلات الجسم، بالإضافة طبعا لإنقاص الوزن. نروح لفاصل مع حضراتكم ونرجع نتواصل مع بقية أخبار النادي الأهلي في السادسة، تابعونا بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، والحقيقه دلوقتي نروح لحاجه لطيفه قوي. في قصص وحكايات كتير قوي سمعناها وشفناها ولسه بنشوفها عن ناس سخرت حياتها وتفكيرها ازاي تعبر عن حبها لكيان الاهلي الكبير بكل الطرق المختلفه. الحقيقه النهارده عشان حلقتنا بعنوان في حب الاهلي والافتتاح وقد ايه بنحب النادي الاهلي، تعالوا نشوف التقرير ده الاول ونرجع لحضراتكم تاني. انك تحب ناديك ده شيء عادي، وانك تشجع برضو النادي اللي انت بتحبه والكيان اللي انت بتحبه بكل الطرق الممكنه ده شيء عادي، بس اللي مش عادي والحب اللي بجد هو ان اي حد يبقى عايز يوري ازاي للعالم كله هو الكيان ده مش ساكن في قلبه بس، لا ده كمان ساكن في بيته. النهارده احنا موجودين في قريه المجد النموذجيه في مركز الرحمنيه علشان نشوف ازاي الاستاذ نادر قرر ان هو يفرج العالم كله ازاي هو بيحب النادي الاهلي. يلا بينا نشوف ايه الحكايه. يلا بينا. اسمي نادر فرج جلال سعيد، قرية المجد النموذجية مركز الرحمنية بحيرة. أنا بدأت تشجيع للنادي الأهلي تقريبا وأنا عندي 3 سنين. الله يرحمه والدي كان زملكاوي متعصب جدا، كنا بنسمع ماتش من فترة طويلة، ماتش كان الأهلي وزمالك في الكاس، الهدف اللي كان فاول كانت النتيجة 1-1 بالهدف بتاع طارق ابو زيد اللي هو كان فاول ورد من صدر حسين السيد وايمن شوقي حطها جون. في الوقت ده بصراحه ما قدرتش استمر مع ابويا في نفس المكان، يعني طلعت اجري واحتفل وافرق كراميلا. انا اهلاوي من قبلها بس ابويا متعصب، خفت منه بالامانه. يعني الفكره في دماغي من زمان اول، بس عملتها بعد وفاه والدي عشان طبعا كان زملكاوي ومش هيسمح لي ان انا اعمل كده بصراحه. فالفكره نفذتها واحده واحده بمجهود شخصي والحمد لله طلعت بنفس الفكره اللي انا عايزها بالظبط واحسن شويه، خصوصا بصورة الكابتن محمود الخطيب. صممت لما مؤاخذة حطيت قطنة في ودني عشان ما اسمعش كلام من حد لغاية ما اكمل الفكرة، بالرغم ان اقرب الناس ليا اللي هي زوجتي ما كانتش راضية بالفكرة عشان الكلام الناس والحوارات دي. فانا صممت لازم ان اعمل الفكرة دي بأي طريقة، حبا في النادي الاهلي، حب للنادي الاهلي يعني مش عايز اوصف لك. انا لعبت في جميع انديه اسكندريه بالكامل، بس حب النادي الاهلي ما كانش بيخليني اكمل عشان دول ما كانوش مستوايا، كنت عايز الاهلي على طول. انا فخر ليا ان انا اكون اهلاويه، وثانيا انا حب الاهلي ده جوايا ومن لما كنت لسه صغيره، والشرف ليا اللي بيتي يكون بالمنظر ده وبالاخص صوره الكابتن محمود الخطيب لان بحبه جدا. انا بشجع وبلبس فانيلات الاهلي على طول، والاهلي ده بحبه جدا. شرف كبير لنا ان يبقى في وجهه في قريه المجد بالنادي الاهلي، احنا كلنا اهلاويه وبنعلم عيالنا ان ازاي هو اهلاويه، وعندنا في البيوت بنعمل شعار النادي الاهلي عشان فريق محترم. النادي الاهلي ده نادي القرن. لما علمت ان الكابتن نادر سعيد هيعمل واجهة النادي الاهلي طبعا كنت في غايه السعاده وفي غايه السرور ان في شعار النادي الاهلي على بيت الاستاذ نادر سعيد. رد فعل الناس كلها مبسوطه وسعيده بهذا الكلام، لان فعلا الاهلي في دمنا كلنا. انا راجل عندي 66 سنه بشجع الاهلي وانا عندي يمكن 6 سنين، والاهلي طول عمره بسم الله ما شاء الله نادي المبادئ ونادي القيم ونادي الاخلاق ونادي البطولات، وهيستمر ان شاء الله.
يعني حتى لو الكره الكارهو. وبالمناسبه هنا القريه دي تعتبر قريه ام، فيها 90% منها بيشجع النادي الاهلي و10% الانديه الاخرى، فالناس كلها سعيده ومبسوطه وسعداء اكثر بوصولكم عندنا وتشريفكم عندنا، فمرحبا بكم، يعني الناس كلها سعيده وان شاء الله الاهلي هيصل لنادي القرن الماضي والحالي. حاجه زي دي دخلت بهجه عند اغلب البلد، لان 90% من البلد اهلاويه طبعا، وموقف جميل كلنا دعمناه وشكرناه، ونتمنى الناس تبقى فيه المزيد من كده كمان ان شاء الله. انا عندي 30 سنه اهلاوي وبحضر ماتشات الاهلي في استاد القاهره، ووريت لحضرتك صوره مع عم حارس اللي هو اعتبر الاب الروحي لينا كاهلاويه، واستاذ نادر بنسمع الماتشات هنا مع بعض وبيبقى جو حلو. يعني احنا كلنا شجعناه ان هو يعمل البيت ده، وده بيظهر انتمائه وحبه للنادي الاهلي، وكمان حبه للاساطير زي الكابتن محمود الخطيب والنجوم التانية الكتير، منهم كابتن أبو تريكة وعماد متعب ومحمد بركات ونجوم تانية كتير أوي. كلنا شجعناه على الموضوع ده إن هو ينفذ البيت بالفكرة الكويسة الجميلة ده اللي بتدل على الانتماء وحبه للنادي. البداية كانت بصورة، صورة وصلت لنا بتعبر عن حب واحد من ملايين من جمهور النادي الأهلي لعشق الكيان العظيم. صورة جابتنا هنا لحد البحيرة علشان نعرف أصل الحكاية في عشق الأهلي، ودايما عشق الاهلي ملوش حدود، علشان كده عمر محطتنا ما هتنتهي حتى لو في اخر الدنيا. كل واحد بيعبر عن حبه للنادي الاهلي بطريقته، ورغم انه واضح انه الامكانيات بسيطه جدا، ورغم انه البيت شكله بسيط جدا، لكن الحقيقه ما كانش ابدا ده عائق ان هو يرسم لوحة أو طابلو بسيط جدا يعبر بيه عن انتمائه وحبه للنادي الأهلي، وزي ما شفنا كل الجماهير. خلينا نروح للنادي الأهلي، وتحديدا هيكون لنا اتصال مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. بنرحب بحضرتك طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي في شكلها الجديد وفي برنامج السادسة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، وأهلا وسهلا بسارة، وبنبارك لكم وعلى وجودكم معانا وانضمامكم لعائله النادي الاهلي، وبنبارك لنفسنا على قناه النادي الاهلي، وبنوجه لكم الشكر على كل فريق العمل على المجهود اللي بذل الفتره اللي فاتت، وبنبارك طبعا بجماهير النادي الاهلي على التطوير المره الثالثه او الرابعه في تاريخ القناه بدايه من 2008. بنبارك للجماهير كلها طبعا، وبنبارك لاعضاء الجمعيه العموميه والعاملين في النادي، وهنتاز معكم الفرصه اللي احنا بنوجه طبعا التهنئه بعيد الاضحى المبارك، ادام الله علينا وعلى سنه وانت طيب. اللهم امين. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. الله يخليك، والشعب المصري كله بخير ان شاء الله. يا رب. اللهم امين. عايزين بس يا فندم نبدا مع حضرتك كده نعرف رايك كده في تطوير القناه ومن اول الافتتاح، يعني شايف الدنيا ازاي؟ لا هو طبعا يعني واضح اللي فيه مجهود يعني تم خلال الفتره اللي فاتت قوي، فريق عمل قوي، ناس بتحب النادي الاهلي من قلبها، قناه متهيألي الناس كلها من 2008 في تطوير، بنحاول النادي الاهلي طبعا انتوا عارفين بيحاول بقدر الامكان بيبقى على قد المسؤوليه تجاه جماهيره وعلى قد المسؤوليه تجاه اعضائه وعلى قد المسؤوليه تجاه بلده، لان انت النهارده القناه النهارده بتتفرج عليها الوطن العربي بالكامل، بتتفرج عليها الدول الافريقيه، في انت بتوجه رساله، فده طبعا النهارده في 2020 انا متهيألي قناه الاهلي بفريق العمل الموجود فيها بيواكب ال 2020 والفترة القادمة إن شاء الله، وأكيد أكيد هيبقى في تطوير دايما. ده النادي الأهلي من 1907 كل يوم في جديد وفي تطوير، وخلي بالكم أنتوا عليكم مجهود جامد جدا، زي ما إحنا علينا مجهود إحنا كمان طول ما إحنا موجودين في المسؤولية تجاه النادي الأهلي، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يكون بقى يعني كتبنا لازم هيبقى في وقت هنسلم فيه الراية، عليكم دايما مجهود اللي جماهير النادي الأهلي دايما عندها طموحاتها سريعة جدا، طموحاتها عالية جدا، فدايما لازم احنا نبقى على قد هذا هذه المسؤوليه، وهنتعب بس كلنا طالما شايف عائله النادي الاهلي موجوده واسره فريق عمل بتشتغل بحب وبتشتغل بصدق ومن قلبها، وبتوجه رساله اساسها الاخلاق، اساسها الادب، اساسها الانتماء، اساسها الوطنيه في البلد والمجتمع المصري اللي احنا عايشين فيه، اكيد كلنا هننجح. صدقني سياده العميد في حاجه هنا في القناه دي غير، يعني اغلب العاملين في المحطه دي ليهم مشوار طويل جدا في المجال الاعلامي، لكن وجودهم في قناه الاهلي صدقني ودي عن تجربه شخصيه مختلف، احساسك بالانتماء للكيان حتى من قبل ما تكون بتشتغل فيه فارق مع الناس كلها، وبالتاكيد الروح دي
ان شاء الله هتظهر على شاشه قناه الاهلي في شكلها الجديد ان شاء الله. ده استاذ احمد ده دايما بيبقى علامه التعجب للاخرين. ايوه الملك اللي بينتمي للنادي الاهلي زي يعني خلي بالك احنا كلنا مصريين صحيح بنحب بلدنا وبنحب مؤسساتنا وبنحب طبعا طبعا السياسيه في بلدنا. الانتماء بيبقى موجود اتعلمناه في النادي الاهلي هو ده اللي حضرتك صحيح صحيح وروح الفانيلا مش بس جوه الملعب روح الفانيلا جوه الملعب وبره الملعب بالظبط كده. طيب خليني اروح مع حضرتك لمجموعه من الموضوعات اللي يمكن تهم جمهور النادي الاهلي. بدايه خليني اعرف طبعا العالم كله ومصر بيمر بازمه كوفيد 19 او فيروس كورونا بقى لنا داخلين في 4 شهور تقريبا. فخليني الاول بدايه اطمن على الاجراءات اللي بيتخذها النادي الاهلي في الافرع الثلاثه سواء الجزيره او الشيخ زايد او مدينه نصر. شوف الحمد لله رب العالمين يمكن احنا ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا برضه فريق عمل تنفيذي داخل النادي موفق مع مجلس الاداره متناغم جدا برئاسه الكابتن محمود الخطيب. يمكن احنا النادي الاهلي بيواجه ازمات كتير جدا جدا هي بس الجديد ازمه الكورونا اللي احنا احنا موجودين فيها دلوقتي فربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. لكن انا عايز اقول لكم واطمنكم يمكن من اول يوم يعني ابتدينا زي على كل الناس سوء الاحوال الجويه ومن ساعتها دخلنا في ازمه كورونا وعن حصل اغلاق لكافه المؤسسات لمده 4 شهور. الحمد لله كان في خلال ده في تنسيق كامل مع وزاره الصحه تنسيق كامل مع وزير الشباب والرياضه ووزاره الشباب والرياضه ازاي هنستقبل ثاني وازاي هنعبر الازمه دي في اجراءات احترازيه برئاسه اللجنه الطبيه طبعا الدكتور محمد شوقي ابتدى معانا على طول في النشاط الرياضي كابتن رفعت القادر كابتن سيد عبد الحفيظ فابتدى المديرين كلهم. انا هقول لك ثاني هرجع اقول ثاني الواحد بيبقى سعيد بفريق عمل بيشتغل معاه من اصغر عمل. احنا سياده العميد كل الفرق ابتدت ترجع تمرينات بشكل طبيعي يعني اقدر اقول انه النشاط الرياضي الدرجه الاولى الفرق الدرجه الاولى طبقا لاستكمال الدوري واستكمال الطبقات بتاعتها الفرق الدرجه الاولى واحنا ماشيين برضه عشان برضه الناس كلها عارفه ماشيين طبقا لاكواد تم ارسالها من قبل وزاره الشباب والرياضه ملتزمين بيها سواء على المستوى الاجتماعي او المستوى الرياضي والحمد لله يعني الجميل واللي انا مبسوط منه جدا وكل فريق العمل مبسوط منه ان كل اعضاء الجمعيه القوميه والفرق الرياضيه ملتزمين بهذا الموضوع جدا والحمد لله يعني الامور ماشيه فربنا سهل ان شاء الله. تمام تمام. الاجراءات الاحترازيه بنعملها تحت اشراف اللجنه الطبيه وتحت اشراف وزاره الصحه والتنسيق مع وزاره الشباب. عظيم. الجماهير برضو بتتسائل يا فندم عن ملفات عديده يعني منها عوده المباريات والاماكن اللي هيلعب عليها الاهلي مبارياته في الدوري وافريقيا. هو ان شاء الله باذن الله طبعا احنا عندنا الدوري هيبقى عندنا يوم 9/8 اول مباراه باذن الله وتتم على خير مع نادي انبي 9/8 مساء في استاد القاهره. يمكن كان في اجتماع امني النهارده وحضروه هو طبعا يعني خلينا نتكلم ان هو مفيش جماهير في الفتره الحاليه ولكن هيبقى في برضه تاني وهناشد من خلالكم الاعلام الاعلاميين اللي هيبقوا موجودين يتابعوا المباراه. احنا يمكن عملنا مباراتين وديتين الفتره اللي فاتت على استاد الدتش والناس لغايه دلوقتي ملتزمه. انا ارجو بس ان الناس تلتزم هو العدد هيبقى 20 لكل نادي كل واحد هيبقى ملتزم بالاجراءات الاحترازيه سواء الكمامه موجوده التعقيم كل الاساليب الاحترازيه ازاي نحافظ على اولادنا. يمكن النهارده اتعمل 7 مسحات او 6 مسحات لفريق كره القدم الحمد لله الحمد لله رب العالمين يعني بشكل الحمد لله كلها سلبيه حتى لاعبنا وابننا كابتن حمدي فتحي الحمد لله برضو احنا متابعينه وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. فاحنا امورنا يعني ماشيه ولكن هرجع تاني هناشد بيها الناس كلها ارجو يعني انا عارف ان كل الناس نفسها تحضر المباريات كل الناس نفسها تحضر اكيد طبعا موجودة. فارجو ما حدش يزعل مننا ساعدونا حافظوا على فتيتنا كل واحد في مكانه يعني بيقدر هذه المسؤوليه. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا المباراه ترجع نتفرج عليها سواء على قناه الاهلي او نتفرج عليها سواء على قناه الاهلي نتمنى الفوز بالفرقه لان الهدف الاساسي برضه هرجع اقول ثاني افريقيا ان شاء الله باذن الله طبعا ده الاساسي افريقيا فكلنا نتكاتف هذا والجماهير كلها الحقيقه هدفها البطوله الافريقيه السنه دي. وبالمناسبه الكاف يمكن كنا بنقول في بدايه الاخبار انا وساره انه اعلن عن مواعيد مباراة الذهاب والإياب هل في أي ترتيبات هتتخذ في الأيام اللي جاية؟ يعني أكيد طبعًا أكيد يعني أول ما يجي بس خطابات رسمية أكيد هيتخذ إجراءات على طول مع سواء مع بالتنسيق مع الأمن أو مع اتحاد الكورة إن شاء الله بإذن الله وهنعلن فيه إن شاء الله. أكلم حضرتك شوية عن الجمعية العمومية استقرتوا على موعد انعقادها الإجراءات أو الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية في النادي الأهلي؟ لا احنا لسه مخلصين احنا طبعا انت عارف الجمعيه العموميه عندنا دايما نهايه السنه الماليه بتبقى 30/6 وانت بيبقى عندك ال4 شهور اللي انت تدعو لانعقاد الجمعيه العموميه فاحنا لسه يعني لسه شويه الجمعيه بتاعتنا لسه قدامنا شويه طبعا عندنا تمام. حاجه تشغلنا بهذا الموضوع ولكن عندنا اهم الشغل الشاغل ازاي الجمعيه العموميه تكون متواجده داخل فروع النادي
على مستوى فروع النادي الثلاثه، وبنتمنى ان شاء الله برضو مرسى مطروح يتم بقى ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله. ده وعد من السيد المحافظ اللي احنا برضو هيجي ويبعتوا لجنه نشوف ونفتح المعسكر مرسى مطروح بالنسبه لنا. يبقى احنا كده اهم حاجه بالنسبه لنا اعضاء الجمعيه يكونوا متواجدين في جو صحي محافظتهم في اجراءات احترازيه بكله بيتبعها، هي دي اهم حاجه بالنسبه لنا. تمام. عايزين نعرف برضه يا فندم ازاي النادي الاهلي اتعامل مع الازمه الاقتصاديه اللي عدت بيها البلاد بعد فيروس كورونا، ازاي حافظ على حقوق الموظفين والعمال في النادي وفي المؤسسه بشكل عام؟ هو طبعا انت عارف يعني مجلس اداره النادي الاهلي اول قرار برئاسه محمود الخطيب يعني اصدره لا مساس حقوق العاملين والموظفين داخل النادي الاهلي او اللاعبين كمان والاجهزه النشاط الرياضي، ودي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا. احنا بنحاول بقدر الامكان بندور على ازاي النادي الاهلي ينمي موارده بحيث ما يجيش على حد، لان كله النهارده عنده التزامات، كل الناس عندها التزامات. يمكن احنا كل الكابتن كان حريص جدا جدا ان كل الناس تاخد مرتباتها كامله، كل الناس بتاخد سواء رمضان او العيد او الكلام ده كله بياخده كامل، لان الظروف الاقتصاديه صعبه. ولكن في وقت بقى المقابل بتاعها اللي احنا عندنا اجراءات وبنشدد جدا على العمل زي ما انتم كده في القناه ملتزمين وعندكم مواعيد وعندكم فريق عمل بيشتغل. هي النادي الاهلي برضه في فريق عمل بيشتغل، ناس ملتزمه بمواعيدها، ما فيش حد بيأثر، يعني ده المقابل بتاعه اللي احنا بنتعامل. طيب ولكن ده مساس بالمرتبات. بمناسبه الكلام عن القناه وتطوير القناه اللي الجمهور كله شايفه، يمكن حاجه ما تكونش واضحه قوي للجماهير او للملايين من جماهير النادي الاهلي، هي فكره التطوير المستمر الحقيقه في الفروع الثلاثة للنادي الأهلي، وسامعين كمان عن فرع التجمع الخامس. عايزين برضو ننقل للناس أهم ملامح حركة التطوير والإنشاءات في فروع النادي وإيه أخبار فرع التجمع الخامس. طيب بص، عشان ده ملف كبير جدا طبعا يعني الناس لا تشهد عليه، احنا عندنا أكبر طفرة إنشائية أو أكبر يعني زي بالضبط، مش هقول مش هنقارن النادي الأهلي ببلدنا، لكن انت النهاردة عندك قيادة سياسية بتيجي مصر بتعمل مصر جديدة. النادي الأهلي النهاردة برضو احنا بقدر الإمكان رئيس النادي بيدير اكبر ملف في مشروعات انشائيه داخل النادي الاهلي، يمكن اكثر من 20 مشروع، واكبرهم هيبقى افتتاح فرع التجمع الخامس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله على مستوى الفروع الثلاثه كلها حصل تطوير كامل بدايه من مدينه نصر مقر الاهلي في الجزيره الشيخ زايد. فمش عايز اطول عليكم لان ده موضوع كبير جدا، فخليه يبقى بمناسبه ثانيه نتكلم فيها. ولكن اللي انا بنقوله النهارده اللي احنا عندنا طفره انشائيه وتغيير شامل وكامل في البنيه التحتيه للنادي عشان تواكب الاجيال القادمه كمان ان شاء الله باذن الله. طيب هو من الواضح يا سياده العميد انه مكالمه التليفون مش هتكون كافيه، يهمنا ويشرفنا في نفس الوقت انك تكون موجود معانا على شاشه القناه في حوار مفصل بقى نتكلم فيه في كل في كل تفاصيل ما يشغل عقل وبال الجماهير الاهلاويه. بنشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في اول حلقات السادسه، ويسعدنا دايما طبعا التواصل مع حضرتك. هنروح دلوقتي كمان يا أحمد لتقرير تهنئة اللعيبة العرب للنادي الأهلي وجماهيره طبعا بمناسبة تطوير القناة. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم. صحيح يعني أنه النادي الأهلي شهرته الأساسية أنه واحد من أشهر الأندية الرياضية على مستوى العالم، لكن إحنا وإحنا بنشتغل في القناة ما كانش بس همنا يا سارة أن إحنا نركز على فكرة أنه رياضة وبس، لا الحقيقه احنا عايزين ننقل ثقافه الاهلي، عايزين نقول انه الاهلي اسلوب حياه. عارفين انتوا روح الدقيقه 90 دي انه لا ياس مع الحياه ولا حياه مع الياس، الاصرار، فكره التحدي، فكره انك انت تتغلب على اي صعوبات تقابلها في حياتك ايا كان مجالك، مش بالضروره يكون رياضه، يكون في اي حاجه ثانيه في الدنيا. نفس الثقافه دي، نفس الروح دي، نفس اللايف ستايل ده عايزينه يبقى ثقافه عند كل جماهير الاهلي. نتمنى ان شاء الله ان احنا ننجح بشكل كبير فيهم. والحقيقه يا احمد دي الروح اللي احنا شغالين بيها فعلا هنا في قناه الاهلي وفي البرنامج ده في كل برامج الحقيقه لقناه الاهلي. لسه مقابلين موقف صعب اهو عديناه مع بعض بالظبط. خلاص نروح بقى نشوف شويه اخبار عالميه كده. نبدا بصحيفه دالي ميل الانجليزيه اللي تناولت علاقه الصداقه القويه اللي بتجمع بين نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح وزميله الكرواتي لوفرين المنتقل حديثا من صفوف الريدز لزين سان بيترسبرغ الروسي. الصحيفه سلطت الضوء على كلمات محمد صلاح العاطفيه اللي ودع بيها لوفرين. احنا عارفين يا احمد قد ايه لوفرين كان يعني قريب جدا من صلاح وبدايه علاقتهم، ودايما بنشوف صورها مع انستغرام مع بعض والفيديوز، فكان اكيد يعني صعب قوي عليه ان هو طبعاً يشوفه وهو بيبعد عن الفريق. ده على فكره التقرير كان بيسال هل غياب لوفرين السيزون اللي جاي عن ليفربول ممكن ياثر على مستوى صلاح، وده تاكيدا على كلامك يا ساره انه العلاقه بينهم كان في ارتباط قوي جدا. حتى لوفرين نفسه كان بيقول انه البدايات بتاعتنا احنا الاثنين كانت مشابهه قوي، عشان كده من اول ما صلاح انضم ليفربول لما جه من روما
كان كأن في رابط بينهم شديد، يعني من اول البدايه او من بدايه العلاقات العلاقه بينهم ومن بعض كان في ترابط شديد جدا بينهم، على طول في سفريات الفريق او في ماتشاته الخارجيه قاعدين مع بعض. زي ما انت بتتكلمي لوفرين شويه كان مهووس سوشيال ميديا، بالظبط فيديوهات كتيره جدا منتشره، هزار، ثقافه واحده، حكايات يعني بينهم، حاجات كتير جدا مشتركه. خصوصا كان لوفرين بيقول انه احنا اتنين بداياتنا كانت صعبه جدا، سواء هو في كرواتيا او صلاح طبعا. بس بالنسبه لسؤال التقرير يا احمد، ما اعتقدش انه ممكن ياثر على مستوى صلاح، يعني الحد الشخص المحترف اللي زي صلاح البروفيشنال مش هيتاثر مستواه بغياب صديق لي. انا بشوف انه جزء اساسي من نجاح صلاح، والجزء ده لو بقى ثقافه عند اللعيبه المصريين، وكتير من اللعيبه فعلا موهوبه، العقليه اللي بيدير بيها بالزبط. محمد صلاح مشواره الاحترافي هو نفسه قال انا اللي ميزني ان انا من اول ما بدات احتراف قلت ان لازم ابدا افكر بعقليه البلد اللي انا رايحها، الناس اللي انا هتعامل معاها، مش بالعقليه اللي انا طالع بيها من هنا. ده معناه ان هو بيطور نفسه يعني حتى كان ميدو برضو بيقول يعني اللي فرق بيننا وبين صلاح هو تركيزه، عقليته. دايما العقليه بتفرق فعلا. صحيح، عندنا لعيبه عندها امكانيات كتيره جدا، سواء نجوم احترفوا بالفعل، يعني ما حدش يقدر ينسى طبعا في المقدمه كابتن مجدي عبد الغني، هاني رمزي، مش عايز انسى حد، احمد حسن، مين في لعيبه كتير جدا تالقوا، زيدان ده كان طبعاً. يعني كان اسطوره الحقيقه، ياسر رضوان، عماره، وغيرهم لعيبه كتير جدا. بس السقه، في لعيبه الحقيقه في مصر عندها امكانيات تكون موجوده في اكبر الانديه في اوروبا، لكن الحقيقه العقليه الاحترافيه هي دايما. ونشوف تجارب كتير، يعني عمرو زكي، محمد شوقي لما راحوا طالعين من هنا حته برلانت، لكن يمكن فكره التاقلم، فكره الارتباط بالوطن الام، الحاجات دي محتاجه شويه عندنا تتغير. صلاح نجح في ده، كسر حواجز كتير جدا، بتمنى انها تكمل كمان مع الاجيال الجايه. مش بس كده ساره، هو رفع سقف الطموحات، لعيب مصري طبعا يفوز باربع بطولات في فتره قصيره جدا مع نادي زي ليفربول، دوري، تشامبيونز ليج، كاس قارات، كاس سوبر. السنه اللي فاتت عندهم كاس سوبر مع اللي هيفوز بين تشيلسي وارسنال. لا طبعا في تفتكر فرق ممكن كبير. نشوف صلاح تاني قريب برضو؟ انا بيتهيألي احنا عندنا صلاح تاني وثالث ورابع وخامس، وكان عندنا لعيبه تستحق تكون موجوده في البارسا وفي الريال وفي بايرن وفي بي اس جي. بس للاسف شديد جدا العقليه اللي بتدار بيها او فكر الاحتراف في مصر محتاج ثوره، محتاج يتهد ويتبني من اول وجديد. صح يا احمد. نروح للاتحاد الانجليزي لكره القدم، والاعلن عن موعد مباراه كاس الدرع الخيريه بين بطل الدوري والكاس، وتوج فريق طبعا ليفربول بلقب الدوري الانجليزي للمره الاولى من عام 90 عن جداره واستحقاق، بعد ما حسم البطوله قبل 7 جولات على انتهاء البريمير ليج. بس لم تحسم بعد هويه بطل كاس الاتحاد الانجليزي، عشان هيلاقي لسه فريق ارسنال جار وتشيلسي في نهائي البطوله يوم السبت القادم الموافق الاول من شهر اغسطس. ومن المقرر ان تقام مباراه كاس الدرع الخيريه بين ليفربول والفائز من مباراه تشيلسي وارسنال يوم 26 من شهر اغسطس المقبل على ملعب ويمبلي. المهم كمان اقول لك ان هم حددوا موعد انطلاق البريمير ليج، النسخه الجديده او السيزون الجديد ان شاء الله هيكون يوم 12 شهر سبتمبر. الناس طبعا حددت كل حاجه من دلوقتي، وطبعا في انتظار الماتش اللي هيجمع بين ارسنال وتشيلسي عشان نعرف مين هيقابل ليفربول في نهائي الكاس او الدرع الخيريه. يعني نروح بقى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي واصل مسيرته الرائعه، واللي بدات طبعا قبل 18 عام، واضاف لقب جديد لانجازاته، فاز باللقب التاسع على التوالي بالدوري الايطالي، وطبعا ده اللقب الثاني على التوالي لرونالدو مع اليوفي. وبعد يعد اللقب ده هو السابع على صعيد طبعا مسابقات الدوري في مشوار رونالدو زي ما قلنا، لانه حقق الدوري الانجليزي الممتاز 3 مرات بقميص فريق مانشستر يونايتد، وكمان توج بدوري الدرجه الاولى الاسباني مرتين قميص الفريق الملكي. وكمان كده رونالدو أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 50 هدف أو أكتر في الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى، ده غير طبعا أنه أول لاعب يسجل 30 هدف لمصلحة يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي من 68 سنة. ده كل ده شوية أرقام قياسية أنت قلتيها دلوقتي في موسمين لعبهم مع اليوفي. الحقيقة الراجل ده يعني نموذج في الإصرار والتحدي والرغبة في إثبات الذات لآخر لحظة. ما يتهيأليش أنه رونالدو موهبة طبيعية، يعني الناس اللي بتحب الكرة قوي أو الناس اللي يعني حياتها كلها عاشقة للكرة تعرف أنه في فرق كبير مثلا بين رونالدو كموهبة
وبين مثلا رونالدينيو او بين رونالدو وبين زيدان او بين رونالدو وبين مارادونا او حتى بين رونالدو ده الثاني ورونالدو الاول، في فرق. لكن الحقيقه رونالدو اشتغل على نفسه بشكل غير طبيعي، يعني طول مشواره الحقيقه كان في تطوير كبير جدا في المستوى، ما وقفش عند محطه واحده. كان ناس كتير جدا ممكن تكون مكانه تقول لك لا انا اختم حياتي في الريال، لكن هو فتح صفحه جديده صحيح برده مع فرقه كبيره جدا من فرق اوروبيه اليوفي، واحد من اهم ابطال القاره العجوزه يعني. لكن الحقيقه ما كانش ابدا عنده حاله الشبع، دايما في حاله نهم، في حاله انه يخلق نفسه تحدي جديد ومع التحدي يقدر يطور من مستواه. خليني اقول لك دايما المقارنه بتبقى بين رونالدو وميسي، بس دايما بيقولوا على رونالدو ايه، ميسي موهوب قوي قوي بالفطره، يعني بيلمس الكره تدخل. رونالدو طور نفسه قوي، احتاج اجتهاد كبير قوي. بص يا احمد، انا متابع تنس اصلي. طب خلينا ناجل كلامنا عن رونالدو وزيدان ثانيه واحده ونروح لماركا الاسبانيه، وخوان كاسترو معاكي على التليفون. مستر خوان كاسترو على سكايب، احنا معنا سكايب مع الصحفي الاسباني خوان كاسترو من صحيفه ماركا الاسبانيه. We're so happy to have you here on my show, on our show on El Ahli channel. But Thank let you me for ask you us. For first, for yeah, let me ask you in Arabic first. Mr. Castro, can you hear me? Yeah, I can hear you. عايزين نعرف ردود الأفعال أو رأي حضرتك في تطوير قناة الأهلي في الأول. إيه الكلمة اللي توجهها للجماهير لنادي الأهلي؟ I cannot hear you. I can listen more the music than you. What do you would like to say to the fans of Al Ahli? I listen like music, you know. Please mute the music, otherwise I cannot hear you. No, just shut down the music, otherwise I'm getting mad. But just shut down the music. طب يبدو ان في مشكله عندنا في التواصل من خلال سكايب مع خوان كاسترو صحفي بماركا الاسبانيه. نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه انا وساره في السادسه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه في السادسه. سعيد الحقيقه وبتشرف انه اول حلقه نطل بيها على جمهور النادي الاهلي في السادسه يكون معنا واحد من رموز النادي الاهلي اللي سابوا بصمه او بصمات كبيره جدا، مشوار طويل جدا قضاه داخل جدران القلعة الحمراء. والحقيقة يمكن هي الموضوع ده نسبي شوية، لكن أنا بشوف إن هو بينتمي لجيل هو جيل العظماء. تعرف بوحش إفريقيا، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن إكرامي، ضيف أول حلقة لينا في السادسة. بشكره على تشريفه لينا وأهلا وسهلا بك يا كابتن إكرامي. أهلا بك يا حبيبي، كل سنة وأنتم طيبين. بحبك على كل مستويات الحقيقة، وبتشرف بوجودي معاك النهاردة في السادسة. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يخليك. بداية 48 ساعة شهدت انطلاقة القناة في شكلها الجديد، عايز أعرف بس رأيك إيه في اللي شفته اليومين اللي فاتوا. لا بص، طبعا هي حاجه جميله جدا التجديد اللي حصل في القناه، او الصورة الجميلة اللي ظهرت بها القناة في اليومين اللي فاتوا دول، وأتمنى رب يكون اللي جاي أحسن من اللي فات إن شاء الله. يعني أنت تطلب إيه أو مستني إيه من قناة النادي الأهلي؟ مستني إنها ربنا يكرمها ويوفقها يعني، والقائمين عليها ربنا يكرمهم ويوفقهم إن شاء الله. بشكرك، أنا عارف إن حضرتك صايم وجيت الحمد لله النهارده وانت صايم، ربنا يتقبل ان شاء الله. يا رب يا رب، منا ومنك انت وكل حبايبك. ابتدي معاك، بس هرجعك فلاش باك كده عنيف شويه للبدايات خالص. قصه اكرامي ابتدت ازاي مع النادي الاهلي؟ والله بص، انا بترجع كتير يا كابتن اكرامي؟ طبعا كتير قوي يعني. احنا بنتكلم بقى في 50 سنه فاتوا. وفاكرها فاكر بداياتها؟ طبعا الحمد لله لسه ما وصلناش لمرحله الزهايمر يعني. لا انت لسه شباب، ده لسه بقول لك انت جاي فورمه النهارده الحمد لله. بدايتي زي اي لاعب كوره في مصر، بدات في شوارع حلميه الزيتون. انا من حلميه الزيتون، وكان في جار لينا رحمه الله عليه اسمه عم جمعه سرحان.
اما جمعة سرحان ده كان كشاف للنادي الاهلي. اللي احنا بننادي بيهم دلوقتي ان نرجع تاني الكشافين تاني اللي هم يجوبوا الاحياء والقرى عشان يطلعوا المواهب زي ما احنا طلعنا يعني. فشافني وانا بلعب، عرض عليا الانضمام للنادي الاهلي. طبعا في البدايه قلت ده بيضحك عليا يعني النادي الاهلي يعني ده حاجه كبيره يعني مره واحده النادي الاهلي كان صعب شويه. ولا فعلا بقى صادق في كلامه، فعلا خدت بعضي ورحت النادي الاهلي وقابلت رحمه الله عليه. على فكره كل اللي هقول اساميهم دول رحمه الله عليهم يعني عشان بس ما حدش يتضايق مني يعني. كابتن مصطفى حسين ابو الاشبال وقال لي بتلعب ايه؟ انا بيني وبينك كنت رافض مبدا حراسه المرمى. انت ما كنتش رايح الاهلي تبقى حارس مرمى؟ هو عم جمعه موديني حارس مرمى بس انا قلت للكابتن مصطفى حسين لا انا بلعب لعيب يعني لان في الوقت دوت كان اللي ما بيعرفش يلعب يقول له ايه؟ اقف جول. فقال لي طيب. نزلنا في التقسيمه هي دوبك بالظبط ثلاث اربع كور، كوره نطيت لعبتها بدماغي وكوره راح مناديني قال لي تعالى، راح مديني فانيلا بكم كده قال لي البس دي واقف في الجول. رحت واقف في الجول برضه ما فيش اترميت على كره وكره خدتها عليها، راح مناديني وراح ممضيني على استماره. الانضه دي هي اللي قعداني في النادي الاهلي لغايه دلوقتي. ما كانش في العقود ولا حاجه من دي، هي كانت استماره انضمام. وبدات الكلام ده كان عندي 14 سنه. ابتديت مع مين؟ لما ابتديت تلعب كان مين من نجوم النادي الاهلي معاك في نفس الفرقه؟ لا ما كانش في حد خالص في الـ في الـ في الجيل ده او الجيل بتاعي اللي هو كان تحت 14 سنه سنه 69 ما كانش في حد من اللي كانوا معايا كملوا. ايوه. لكن اللي بعديه الجيل اللي هو كان اكبر مني اللي لعبت معاهم كملوا بقى يعني. كان الجيل اللي اكبر مني مصطفى يونس وبعدين محمود الخطيب. أيوه. كانوا جابوه من نادي النصر و والله تقريبا هم دول مصطفى عبده كان اكبر مننا شويه زيزو كان اكبر مننا شويه. معلش مع حفظ الالقاب يعني طبعا كلهم كبات دول اسماء يعني اسمائهم لوحدها القاب كل بقى الناس الثانيه كانوا اكبر مننا. فده الجيل من البدايات للنهارده. كابتن اكرامي بتشوف ازاي التطور اللي حصل في النادي الاهلي والتطور اللي حصل في الكوره والرياضه بشكل عام؟ الدنيا اختلفت. ما اقدرش اقارن بين الوقت بتاعنا والوقت دوت. لا كل في متغيرات كتير حصلت، متغيرات كتير سواء في البيئه سواء في الامكانيات سواء في التكنيك سواء في طرق اللعب، حاجات كتير الادوات حاجات كتير الملاعب. المتعه بتشوفها واحده في الزمانين يعني. انت كنت وانتوا بتلعبوا وانتوا بتمثلوا النادي الاهلي وانتوا بتروحوا في افريقيا حاله الاستمتاع باللعبه نفسها لو عملنا مقارنه بين دلوقتي مع وجود بقى سوشيال ميديا وقنوات اعلاميه متخصصه بتشوفها ازاي؟ تحب كنت تلعب في الزمن ده اكتر ولا لا؟ احب ان انا اكون في الزمن بتاعي اللي انا لعبت فيه. الزمن اللي انت لعبت فيه. الزمن اللي لعبت فيه الواحد كان بيستمتع جدا بالرياضه بالكوره عموما يعني. انا ما افتكرش ان مبارياتنا سواء في استاد القاهره او في استاد اسكندريه او في المحله او في المنصوره او في بورسعيد او في اسماعيليه او في السويس كان الاستادات بتبقى مليانه عن اخرها. فكان في نوع من المتعه الكبيره جدا بالنسبه لنا. طرق اللعب اتغيرت، الامكانيات اتغيرت، لكن المتعه بتاعت انا بالنسبه لي انا كشخصيا لا، المتعه بتاعتي كانت في وقتنا في الجيل بتاعنا. السوشيال ميديا معلش يعني مع احترامي بقى السوشيال ميديا خربت كتير في الرياضه، خربت كتير في الاخلاقيات، خربت كتير في العادات بتاعتنا. لا السوشيال ميديا ليها تأثير كبير جدا سلبي وتأثير سلبي. في شك تأثير سلبي طبعا يعني اللي عايز يزعل يزعل. النهاردة السوشيال ميديا بتحرك أندية، بتحرك رؤساء أندية، بتحرك مديرين فنيين. فلا على أيامنا ما كانش فيه الكلام ده، كان مجلس الإدارة المدير الفني الجهاز الفني لهم الحرية المطلقة في اتخاذ جميع القرارات بدون خوف. حاله الشحن اللي يمكن بقت زايده عن اللزوم حتى بين الجماهير تفتكر ليها علاقه بكل المتغيرات دي؟ طبعا. يعني انتوا اياميكوا وانتوا بتلعبوا طول عمر في اهلي وزمالك واسماعيلي كنت بتشوف حاله الشحن زياده عن اللزوم؟ بص هقول لك على حاجه. احنا كنا بنروح اسماعيليه او بورسعيد او السويس واتفر في اي حته يعني الجمهور بيهيص علينا لكن بيهيص علينا وخلاص.
وقبل ما بيبدا المباراه بيشجع فرقته، فرقته خسرت بيشجعنا. يعني لا الشحن الزائد بالنسبه للسوشيال ميديا هي اللي وصلت الامور لكده، هي اللي وصلت للتعصب لكده، ووصلت بعض الشخصيات للتعصب دوت ان هم يقولوا حاجات مش مظبوطه. فعشان كده بقول لك لا السوشيال ميديا لا ليها تاثير كبير جدا يعني. انا عارف ان الكلام ممكن ما يعجبكش. لا خالص بالعكس، لا اعتقد ان مش بس في الرياضه الحقيقه، في حاجات كتيره جدا يعني كان ليها تاثيرات سلبيه. يمكن هو مش عيب السوشيال ميديا بقد ما هو عيب ان احنا ما كناش جاهزين للتعامل مع متغير زي السوشيال ميديا. في الفن ممكن تقولي كده، وفي السياسه ممكن تقول كده، وفي لا معلش تقول كده. معلش ما فيش حاجه اسمها مش جاهزين، في حاجة اسمها أنا عندي استعداد أتقبل إيه وما أتقبلش إيه. أنا لو عندي استعداد أن أنا أتقبل الحسن مش هتقبل السيء، لكن أنا بتقبل السيء دلوقتي في السوشيال ميديا. النهاردة لما يطلع أي حد يروح أي خبر كده في السوشيال ميديا يشتم أو يهين أو كل الناس بتتقبل الكلام ده، مفيش حد بيرفضه للأسف. طب خلينا نرجع لجدران النادي الاهلي، مين اكتر حد من اللعيبه جوه النادي ارتبط اكرامي بيهم بعلاقه صداقه استمرت يعني نقول عشره عمر او فترات طويله؟ مين اكتر حد من المقربين لكابتن اكرامي داخل النادي الاهلي؟ ما هو بالنسبه لي غير شريف اكرامي طبعا. لا طبعا بالنسبه لي مش صديق العمر بس، صديق العمر واخ اكبر، هو يمكن مش اكبر مني بكتير يعني، بس اكبر مني برضه، أخ أكبر، صديق عمر، عشرة، عائليا، لأن أنا تقريبا ولادي مولودين على إيديه ولاده مولودين على إيديه. هو هقول بقى اللقب بقى كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. إيه اللي يعني إيه اللي خلاكوا قريبين قوي من بعض؟ يعني هل في تشابه في الشخصية؟ هل في مواقف حصلت قربتكم أكتر من بعض؟ إيه سبب تميز العلاقة بين إكرامي والخطيب؟ ما تقدرش تقول في أسباب، مفيش أسباب، هو كان في تقارب روحاني. أيوه يعني أولا أنا علاقتي بيه، معلش بقى أنا هقول علاقتي بمحمود الخطيب أو بيبو ليس لها مصلحة في أي شيء، من زمان من أيام ما كنا بنلعب يعني، هو كان نجم كلنا بنفتخر بيه، وأنا بحبه على المستوى الشخصي كإنسان، وبحبه على كلعيب يعني. يمكن سبب لي مشاكل كتيره محمود الخطيب واحنا بنلعب. ليه؟ ازاي؟ هقول لك. يمكن كان في لعيبه بتزعل مني يعني، الخطيب كانت اصاباته كتير فكان لما يرجع من الاصابه لازم تدي له جرعه كده ثقه في نفسه، فكان ممكن يروح عامل كره كده تروح داخله جول مش عارف ايه، فكانت اللعيبه بتتضايق منه، يقول انك بتسيب له الحاجات دي يعني. لكن لا هو شخصيه صعب ان انت تتكلم عليه الا بكل خير. عموما النادي الاهلي متميز قوي في حته حراسه المرمى يعني، تقريبا يعني في حكم المؤكد انه حراسه المرمى في منتخب مصر تخضع دايما لحراسه المرمى في نادي الاهلي. حالات استثنائيه اللي ممكن طبعا يظهر منها حراس مميزين، انا مش بشكك في ان في حراس مميزين بيخرجوا من انديه ثانيه، بس على مدار تاريخ طويل جدا غالبا حارس مرمى النادي الاهلي بيبقى حارس مرمى منتخب مصر. اشمعنى الاهلي؟ يعني ايه اللي بيميز مدرسه الاهلي في حراسه المرمى؟ لا بص، عشان ندي الكل زي حق الحق. كان في حراس على يعني هتكلم على ايامي. ايوه كان في على ايام حراس مرمى برضه جيدين كويسين وانضم لمنتخب مصر، وكان ليا الشرف ان انا اتعامل معاهم يعني. في المنصوره كان سطوحي، رحمه الله عليه عرابي، حسن علي ربنا يديله الصحه، رحمه الله عليه حسن مختار، عادل المأمور، ده تقريبا الجيل اللي انا عاصرته بالنسبه. ابو ليلى كان في الاسماعيلي، وجه بعديه الله يرحمه علي اغا يعني. لا كان في حراس مرمى كويسين. خرشت في المحله. طب خليني اقول لك، انا في اخر مثلا 30 سنه مثلا يعني بشوف حضرتك، كابتن ثابت، كابتن شوبير، كابتن حضري، نادر طبعا دخل فتره شويه، لا على فكره انا خليل الشناوي، انا ما حضرتش دول. ده انا قبل كده. لا انا عارف يا كابتن طبعا. بس مش بعيد قوي يعني، بس انا اقصد لا بعيد قوي يعني، مش بعيد قوي يا كابتن اكرامي برضه ما تكبرش نفسك، لكن اقصد اقول انه غالبا يعني غالبا ما بيبقى حارس مرمى النادي الاهلي هو الحارس الاول في المنتخب. ده ما يمنعش طول عمر النادي الاهلي مميز في لعيبته،
مش في حراسه مرمى بس. بس يعني انا اتذكر، انا بسالك عشان انت حارس مرمى فاكيد عارف مدرسه. اتذكر في 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 مره من المرات في منتخب مصر كان ال11 لعيب اللي موجودين جوه الملعب كان منهم 9 نادي اهلي، وكان شوقي غريب والله يرحمه سعد الصيت. لا مش 86 لا 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 قبل كده، قبل كده. انا 86 ما كنتش كنت كانت رجلي مكسوره وما لعبتش. كان الله يرحمه ثابت البطل الله يرحمه. فالنادي الاهلي طول عمره مميز في حراسه المرمى من زمان قوي، يعني لو نرجع بالذاكره في العصر الحجري بالنسبه للكره في النادي الاهلي كان الله يرحمه عبد الجليل وعادل هيكل وبعدين مروان كنفاني وبعدين جيت انا وكان حازم كرم الله يرحمه وبعدين الله يرحمه ثابت البطل وبعدين عصام الحضري وبعدين لا شوبير وبعدين عشان شوبير ما يزعلش بس أيوه. شوبير وبعدين عصام الحضري أيوه. لا يعني سلسال من حراس المرمى بيسلموا بعض، بيسلموا بعض الرايه. ولو حسبت عدد المباريات لمنتخب مصر في الخمسين سنة الأخرين هتبص تلاقي أن حراس مرمى النادي الأهلي تقريبا لهم النصيب الأكبر من 95% أو 98% من المباريات. صحيح. طب بمناسبة كلامنا عن حراس المرمى، ما ترتب لي كده أهم ثلاث حراس مرمى في مصر حاليا من وجهة نظرك. والله بص يعني عشان ما بخسش حد حقه أيوه. هنقول مثلا إيه عصام الحضري. لا انا عايز حاليا بيلعبوا حاليا. ما انت كده بتحرجني. معلش يا كابتن اكرام. لا بص لازم اجيب جون برضو. بص هو في حراس مرمى كويسين في مصر خلاص. طبعا في الشناوي في ابو جبل، في احمد الشناوي، في المهدي سليمان، في جنش، في الهاني سليمان، في عامر عامر. يعني مش عايز انسى حد يعني. انت نسيت خلاص يا كابتن. قول ايه؟ قول لي شريف لما اعلن قرار ان هو الموسم ده اخر موسم ليه مع النادي الاهلي، احنا قرينا تصريحات ليك انك انت ما كنتش يعني كما يبدو انه ما قالكش او ما اطلعكش على القرار ده قبل ما يعلنوا على الجماهير، رد فعلك كان ايه؟ بص انا سئلت في لحظه ما نزل شريف الكلام ده على الفيس. انا كانت بنتي وزوجتي كانوا في انجلترا، انت عارف انا بنتي زوجة رمضان صبحي كابتن رمضان بتدرس طبعا. هناك يعني أيوه. مش عارف ايه، فكانوا الاثنين هناك وكنت بكلمهم قدرا عادي في التليفون يعني على الواتس الفيس. فبكلم زوجتي فلقيت بنتي بتبكي جنبها، ففي ايه فبتقول لها يا ماما ده شريف منزل كذا 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 كذا. انا ما كنتش اعرف والله العظيم ثلاثه خلاص. فروحت قافل السكه وقلت لهم طب دخلت بقى وشفت اللي مكتوب والكلام ده. كلمت شريف. لا قبل ما تكلم شريف لما قريت الكلام اللي مكتوب ده كان احساسك ايه؟ يعني بالنسبه لي صدمه فعلا بامانه يعني، لان صعب ان انا اشوف النادي الاهلي من غير شريف الا في حاله اعتزاله. فكانت صعبه بالنسبه لي الجزئيه دي. اتضايقت ان هو ما كانش مناقشك في الموضوع، مش واخد رايك؟ لا بص شريف مش عايز اقول كتوم، لكن بيفكر كويس قوي قبل ما ياخد القرار وبيحسبه كويس قوي، ويقعد ممكن يومين وثلاثه واربعه وخمسه يفكر فيه، يعني ما بيبقاش وليده الصدفه. مش قرار مش انفعالي او لا 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 خالص خالص. يعني شريف الحمد لله دماغه مترتبه كويس قوي وشخصيته قويه، ويعني بيعرف ياخد القرار في الوقت المناسب بالنسبه له. ولو كان جالك في الوقت ده وخد رايك كان كنت هقول له لا؟ كنت هتقول له لا الا في حاله ان هو يقنعني. لما هو بعد كده لما قلت لك ان شفت الكلام ده وحاولت الاتصال بيه تليفوناته مقفوله، تاني يوم تواصلت معه فجي قعد معايا وشرح لي القصة كاملة بقى ليه هو خد القرار ده. أنا بيني وبينك أنا من جوايا حزين إنه يسيب النادي الأهلي، لكن هو شايف إن مصلحته في إن هو يسيب النادي الأهلي في التوقيت ده، لأنه شايف إنه قادر يدي.
لكن الظروف مش مواتيه ليه في النادي الاهلي في الوقت الحالي في وجود محمد الشناوي. ايوه راجل بيلعب والنادي الاهلي ماشي وبيكسب وكل حاجه بغض النظر عن ايه اللي ممكن يحصل، لكن هو ماشي ما تقدرش تقول لا. قول لا كمل، عايز تقول حاجه كمل. فلما قعد معايا وشرح لي عارف اقتنعت. اقتنعت بس من جوايا برضو في حته غصه كده، يعني عارف حته الم موجوده وما زالت موجوده على فكره، يعني ما راحتش. طب بالنسبه لرمضان كلام كتير بيتقال على فكره انه الافضل لرمضان انه يكمل تجربته اللي توقفت لسبب او لاخر يعني، والاهلي كان يمكن محتاجه السيزون ده والسيزون اللي فات بشكل كبير جدا. وناس تانية بتقول انه رمضان مع الاهلي فورمه تانية، يعني خرج من قبل ما يروح حتى ستوك سيتي كان فورمه عاليه جدا، راح انجلترا تقريبا تراجع مستواه بشكل كبير، ما لعبش ما خدش فرصته بشكل كامل، رجع الاهلي مره تانية ابتدى رمضان يستعيد جزء كبير من مستواه، بطوله الشباب بالحقيقه قاد فيها المنتخب استعاد جزء كبير جدا من رونق رمضان صبحي، والجماهير الاهلي الحقيقه بتشوف ان هو لعيب كبير. رايك ان رمضان افضل له يكمل مع الاهلي لو الاهلي قرر انه يشتريه، ولا الافضل ليه انه يخوض التجربه بره؟ يعني اصل انت بتحطني في موقف دلوقتي بتقول ان الادل ما النادي الاهلي ليك راي يا كابتن، يعني بالتاكيد انت ليك راي. ايوه انا هقول لك رايي. اتفضل. اصل انت بتقول ان النادي الاهلي لو فضل انه يشتريه ما لو النادي الاهلي اشتراه خلاص. انت شايف الافضل لا الافضل لرمضان انه يكمل بره. يكمل بره طبعا. رمضان وصل من النضج تقريبا لمرحله كبيره جدا، مرحله كويسه قوي بالنسبه له، فانا شايف ان رمضان دلوقتي قادر ان هو يلعب في اي حته في اوروبا. خلاص هرجع بس جزئيه صغيره بتاعت ستوك سيتي. اتفضل. هو لما رمضان راح ستوك سيتي كان لسه لعيب صغير، ما كان لسه ما اتعودش على الاجواء بتاعت الدوري الانجليزي الاحتراف او الدوري الانجليزي، يعني حبيبي لا الاجواء هناك صعبه جدا. يعني انا رحت هناك وشفت الماتشات، لا صعبه جدا، كان لسه صغير. خلاص لكن السنه اللي فاتت كان الراجل بتاع هيدرسفيلد المدير الفني حطه نمره واحد بالنسبه له، لكن اصيب قبل الدوري ما يبدا تقريبا بحوالي 10 ايام تقريبا في ركبته، فقعد فتره طويله يتعالج لغايه اما خف، كان خلاص الناس استقرت على الفرقه بقى. أيوه. وعمل التشكيل بتاعه، فكان صعب ان هو يخش ياخد فرصه. خلاص عشان كده لما اتعرض عليه ان هو يجي النادي الاهلي اعاره، على فكره انا ما حدش كان كلمني في حاجه يعني. أيوه. ولا حد كلمني بخصوص رمضان في شيء يعني، مع ان انا كنت موجود عنده في الوقت ده في انجلترا. وافاجئ ان هو بيروح الاوضه الثانيه او يطلع فوق الدور الثاني يتكلم في التليفون ومش عارف ايه والكلام ده، وبعدين ينزل. انا ما بحبش اكون متطفل يعني، انت عايز تقول لي حاجه اقولها، مش عايز تقول لي مش هسالك يعني. وبعدين عرفت بقى، عرفت قبل ما يسافر يجي مصر ب 48 ساعه، مع اني كنت قاعد معاهم هناك يعني. المره الثانيه بقى خلاص هو موجود في النادي الاهلي، والنادي الاهلي عايز يكمل لان هو شايف ان رمضان مفيد بالنسبه له، فعشان كده كمل معاه الاعاره السنه دي كمان. بمناسبه كلامنا على الاهلي، الاهلي عنده ان شاء الله ثلاث ماتشات مهمه قبل نهائي افريقيا مع الوداد المغربي، وان شاء الله باذن الله بعد ما يجتاز الوداد يوصل لماتش النهائي. شايف فرص الاهلي ايه السيزون ده بالنسبه انه يحقق بطوله افريقيا يا كابتن اكرامي؟ لا فرصنا كبيره قوي، حتى كبيرة رغم كبيرة. التوقف بسبب الكورونا الاربع شهور، ما هم كلهم ما كل العالم توقف مش احنا بس. ما بص ما هي دي بقى ايه الجزئيه المهمه في الحديث. هل التوقف بالنسبه لي ضرني؟ ضرني. طب ما هضر الناس الثانيه برضه. يعني المغرب برضه كان النشاط متوقف بس فيها، بس عجله الاهلي كانت ماشيه كويس قوي. في ناس كتير جدا بيقول لما العجله بتقف بيبقى نوع من انواع الباد لك، او يعني مش مع النادي الاهلي، مش مع الاهلي. ها لا مش مع النادي الاهلي خالص. النادي الاهلي طول عمره بلاعبته بادارته بجهازه الفني لا قادرين ان هم يكملوا المسيره. أيوه. ده على طول كان بيحصل الكلام ده يعني، على ايامنا برضه كان بيحصل توقفات كده لكن بنرجع احسن من الاول. فانا شايف وخصوصا يعني بغض النظر عن النتائج في المباراتين الوديتين اللي طلعوا دول سموحه والجونه. انا شايف ان يعني بدانا نخش في الفورمه بتاعتنا اللي توصلنا ان احنا نحصل ان شاء الله على بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. فايلر رايك فيه ايه؟ ماشي بخطى كويسه قوي. وعلى فكره انا ما اتعاملتش معاه، لكن عن طريق شريف
ورمضان يعني. لا بقول لك راجل كويس قوي محترم جدا وبيحب شغل قوي وما عندوش استعداد انه يخسر عشان حد. ودي مهمه جدا، ما عندوش استعداد يخسر عشان حد. يعني ايه عشان حد؟ يعني عشان يجامل فلان على فلان او يسمع كلام لا ده الكلام اللي وصلني عنه يعني. انه راجل لا راجل محترم جدا وماشي بخطه كويسه وعايز يعمل حاجه للنادي. حراسه المرمى كاسلوب، انا هسال بقى حارس المرمى اكرامي دلوقتي، حراسه المرمى كاسلوب اتغيرت كتكنيك كامكانيات حراس مرمى؟ بتشوف مين من حراس حتى بره مصر الحراس العالميين، مين بالنسبه لك بتشوفه نموذج لحارس المرمى؟ يعني يمكن اختلف مع الناس كتير قوي في اللي هقوله دوت. اتفضل. نوير مازال بالنسبه لي احسن حارس مرمى في العالم. بغض النظر عن اليسون والكلام ده، لا انا شايف ان نوير يمكن ظروف الاصابه بتاعته اثرت عليه شويه. أيوة. لكن مش معنى ان الاصابه تاثر عليه شويه ان احنا نغفل امكانياته وتاريخه، لا. ايه امكانيات حارس المرمى كابتن اكرامي اللي تلفت نظرك؟ يعني الناس دايما في الكوره مثلا يقدر يقول لك المهاجم ده عنده امكانيات راس الحرب، اللاعب ده عنده امكانيات صانع الالعاب. بالنسبه لحارس المرمى بنشوف ساعات مثلا حد يقول لك طول القامه، فكره اللياقه والمرونه، رغم ان احنا مثلا بنشوف حارس مرمى زي كاسياس مثلا لو بالمواصفات دي لا يتمتع باي حاجه تؤهله يكون من الحراس الكبار، لكن اصبح حارس كبير جدا. من وجهه نظر كابتن اكرامي ايه هي مواصفات حارس المرمى المثالي؟ بص، هو طبعا الطول المناسب بالنسبه لحارس المرمى ده حاجه اساسيه. خلاص، القوه الجسمانيه بالنسبه له او التكوين البدني بالنسبه له، دي الحاجتين الاساسيين بالنسبه لحارس المرمى. خلاص، الى جانب بقى الموهبه الفطريه اللي ربنا بيحبي بيها، لان حراسه المرمى ديت موهبه فطريه. في حارس مرمى موهوب وحارس مرمى مصنوع. خلاص، حارس المرمى الموهوب ده باقل كميه من التمرين يقدر يؤدي بشكل جيد. حارس المرمى المصنوع لازم يكون فت 100% عشان يقدر يؤدي. خلاص، لو الامكانيات البدنيه بتاعته او اللياقه البدنيه بتاعته قلت شويه هيتكشف بقى، لان ده مصنوع وده موهوب. وبالنسبه لك انت شخصيا مين المدربين اللي اثروا فيك في مشوارك؟ يعني اللي كانوا بيمرنوا كابتن اكرامي وحسيت ان هم كانوا اصحاب بصمه في مستوى كابتن اكرامي؟ كان مدرب حراس مرمى ولا كمدرب حراس مرمى؟ مدرب طبعا. يعني مش ممكن ما اديش حقه رحمه الله عليه حازم كرم، أن حازم كرم ده أول مدرب مرني في النادي الأهلي، وكابتن حسن مختار رحمة الله عليه في منتخب مصر، وفكري صالح برضه في منتخب مصر. يمكن دول الثلاث مدربين اللي كان ليهم بصمة أو تأثير في إمكانيات إكرامك كحارس مرمى. كنت متوقع أنه بعد المشوار الطويل اللي قضيته في، يعني وأنت داخل النادي الأهلي، بتهيألي انه اي لعيب بس حلمه بيكون في البدايه انه يلبس تيشرت النادي الاهلي، لكن كنت متوقع انك انت يكون يعني مشوار عمر، كنت متوقع انك انت تحقق كل الانجازات دي وتكون من الاسماء الكبيره جدا اللي سابت تاريخ كبير في النادي الاهلي؟ ما افتكرش ان في لعيب اول ما بيخش النادي الاهلي بيفكر في الكلام ده. لا، لان النادي الاهلي ليه رهبه في البدايه، ليه رهبه، وبعدين هي بقى بتبقى يعني ايه نصيب من عند ربنا. طب تسمح لي هرجع للنقطه دي، بس عايزك في حد بيحبك قوي معانا على التليفون، فعايزك تقول له الو، ترد عليه وتاخد التليفون ده. الو منور. الو منور يا اسطوره حبيب قلبي. انت عرفته على طول كده؟ طبعا منور يا كابتن شريف. ده قلبي رفرف اول ما اسمع صوته. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليكم لبعض. اهلا بيك كابتن شريف. طبعا انا سعيد ان انا داخل على قناه الاهلي بعد الشكل الجديد الرائع اللي احنا كلنا افتخرنا بالظهور ده امبارح، وانا سعيد جدا كمان بوجود كابتن اكرامي على شاشه قناه الاهلي بعد فتره طويله جدا من عدم الظهور، وبهنيك يا احمد بشكل شخصي على البرنامج، واتمنى لك ان شاء الله يعني. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك كابتن شريف. احنا بس يعني اخرنا المكالمه شويه لغايه لما تخلص تمرين. بالظبط، معاد التمرين ده انا يا دوب لسه قلت لازم الحقه، بس مش هلحقه. كانت تمرينه كويسه اهم حاجه؟ الحمد لله كانت تمرينه، يعني كان عندنا ماتش امبارح فالامور كانت النهارده هاديه. انت اسم كبير وابن الاسم كبير في مجال حراسه المرمى يا شريف،
بداية طبعا يهمني أعرف يعني أكيد طبعا كابتن إكرامي بالنسبة لك أب وقدوة ومثل أعلى، بس يهمني أعرف يعني من البدايات كده إزاي كنت بتبص لكابتن إكرامي، وكابتن إكرامي اسم كابتن إكرامي بيمثل لك إيه؟ شوف أنا هقول لك بمنتهى الأمانة، أنا في أمور كتير ما كنتش ما استوعبتهاش غير لما كبرت ونضجت، وكمان لما لعبت نفس اللعبه وقفت في نفس المكان في امور كتير قوي انا ما كنتش مدركها وانا صغير. كنت مدرك يعني ايه شهره، كنت مدرك يعني ايه حب ناس، كنت مدرك يعني ايه ضغط في تلعب في شغلانه يعني زي العمل العام بالظبط، وفي جماهير انت متحمل مسؤوليتها وبتنتقد وبتفرح بيك وبتزعل منك، الكلام ده كله انا ما كنتش مدركه لما قررت ان انا العب كوره. في البدايه انا كنت ببقى زي اي ابناء لعيبه الكوره، كنت بروح مع ابويا بلاقي ناس بتشاور له وبركب معاه، ما كنتش فاهم الكلام ده كله غير لما اتحطيت فيه وحسيت بقيمته جدا لما عشته اكتر، غير لما كنت انا مجرد بس بروح معاه وبتحرك وبروح معاه التمرين وبشوف هو بيتعامل مع الناس ازاي. لا طبعا بالنسبه لي لما كمان حطيت نفسي مكانه ولقيت نفسي ابني ممكن اكون انا بتفرج عليه وهو بيلعب، حسيت قد ايه الموضوع ضغط نفسي شديد جدا اكتر من الضغط النفسي اللي انت بتتعرض له وانت بتلعب. فعذرته بصراحه ان هو الحمد لله لسه واقف على رجله لحد دلوقتي وربنا يطول في عمره يا رب يديله الصحه يا ابني. طبعا يعني ودايما هي الحاجه بعيدا بقى عن اكرامي اللعيب اللي الناس بتحبه، هو بالنسبه لي البركه والظهر والامان والسمعه الكويسه والقلب الطيب وكل حاجه انت ممكن تتمناها تكون في والدك. انا مش بقول الكلام ده فعلا كلام يعني شعارات، انما دي حقيقه وانا صادق جدا فيها، وبنتهز اي فرصه سواء بيني وبينه او لما يبقى في مداخله زي دي ان انا بحاول ان انا اديله جزء من حقه عليا. بس هو كان لسه معانا دلوقتي من دقايق بسيطه جدا بيقول ان هو قرارك او اعلانك عن رغبتك في ان الموسم ده يكون الاخير ليك مع النادي الاهلي كان سبب في صدمه بالنسبه له على حد تعبيره يعني. اكيد طبعا اكيد انا كنت متخيل، وعشان كده كنت بحاول ان انا اخليه بعيد خالص عن الصوره، عشان اول حاجه انا عارف ان انا ابويا عاطفي شويه وانا مش معنى برضو مش مجرد من المشاعر، انا كمان عندي نفس العاطفه، بس احيانا لما بتيجي تاخد قرار انا ما بحبش تخلط العاطفه بالعقل. فبالتالي انا هو خد الصدمه زي وزي الناس، وانا للامانه قعدت بعد الموضوع بفتره قعدت برضو الموضوع مش سهل عليا خالص، بس احيانا انت عشان تنهي علاقه بشكل محترم وتنهي علاقه طويله ممتده عبر اجيال كتير بتبقى محتاج ان انت تختار التوقيت والطريقه اللي تحترم بيها المكان وتحترم بيها مشاعر الناس اللي عملتك وعملت اسم العيله كلها. انت هنا جه القرار يعني. انت صاحب مشوار طويل واعتقد انه مشوار ناجح سواء في تجربه احترافك في هولندا او رجوعك لمصر وحراسه مرمى النادي الاهلي، دوافعك بالتاكيد كانت محسوبه واهدافك من وراء قرار زي ده مهم جدا تبقى معروفه للناس. اهم طبعا وانا صارحت الناس واتكلمت بمنتهى الصدق، الموضوع ما كانش فيه اي دبلوماسيه كعاده الناس اللي متعوده مني على الدبلوماسيه، لا انا اتكلمت بمنتهى الصراحه ومنتهى الصدق، وعشان كده الكلام وصل للناس، واعتقد ان الحمد لله ان يعني ان رد الفعل كان ايجابي والناس احترمت القرار ده وما كانش فيه اي تعليقات يعني. ممكن توجه رساله لجمهور النادي الاهلي اللي بيتابعك وبيتابع كابتن اكرامي وبيتفرج على القناه دلوقتي، تحب تقول لهم ايه يا كابتن شريف؟ انا بقول لجمهور النادي الاهلي انتوا السند الحقيقي لكل حد بينتمي للنادي الاهلي، وانتوا الدرع والسيف بتاع النادي على مر كل العصور وكل الاجيال. نداء خاص الفتره اللي جايه تحديدا السنتين اللي فاتوا والفتره اللي جايه، انتوا دوركم مهم جدا جدا وليكوا تأثير قوي جدا جدا على النادي على في كل المستويات. احنا دلوقتي بنلعب في فتره من غير جمهور وبقالنا فتره طويله والسوشيال ميديا والامور اللي حواليها كلها بقت بتلعب دور قوي جدا في التأثير لاعطاء مؤشر للنادي ونجاحه، فاتمنى ان انتوا تبقوا دايما داعم للنادي ودايما في ظهره ويحصل فول سبورت لكل منظومه النادي الاهلي سواء المنظومه الاعلاميه والمنظومه الفنيه والمنظومه الاداريه، لان النادي الاهلي دايما قدر ان هو فيه تحديات كتير والتحديات دي عمره ما هيقدر يواجهها الا لو معاه الدرع والسيف بتاعه هو جمهوره، واتمنى ان شاء الله دايما الدعم ده يفضل متواجد وما يتاثرش والناس ما تديش ودنها لاي حد ممكن بيكون عايز يهدم النادي الاهلي او عايز يفرق الصفوف من النادي الاهلي، لان في الاخر انتوا الحاجه الوحيده اللي ما بتتغيرش على مر الاجيال، اللعيبه بتتغير والادارات بتتغير وكل حاجه بتتغير والجمهور هو اللي ثابت، فاتمنى ان النداء ده يكون وصل بكل اللي انا اقصده يعني.
انا بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسه ومبسوط دايما ان انا بسمع صوتك كابتن شريف اكرامي. تحب تقول حاجه في نهايه المداخله دي لكابتن اكرامي قبل ما نقفل؟ يلا حبيبي ابو علي. شكرا كابتن شريف، الف شكر، بشكرك مره ثانيه. بالمناسبه الحقيقه اول ما قالوا لي انه كابتن اكرامي هيكون ضيفنا في السادسه في اول حلقه، طبعا في حاجات كتيره جدا كنت محتاج ادردش معاك فيها في الكوره، لكن مش ممكن ابدا ما اسالكش على تجربه التمثيل. يعني انت قدمت على الرغم ان هم كانوا عدد بسيط جدا، بتهيألي فيلمين رجل فقد عقله و يا رب ولد، صح؟ في حاجه ثانيه؟ أربعة. الفيلمين دول انا بالنسبه لي انت كنت فيهم بصراحه اسطوره ومبشر جدا، ولغايه النهارده الناس لما بتتفرج عليهم ما بتقدرش تنسى كابتن اكرامي الممثل. ايه؟ ليه سبت المجال ده؟ لا بص، انا دخلت المجال دوت عشان انا كنت بحب السينما، لان احنا في الوقت في وقتنا في السبعينات والثمانينات كانت المتنفس بالنسبه لنا هي السينما بس. المسرح كان صعب بالنسبه لنا عشان بيبقى فيه سهر يعني. ايوه، فكان المتنفس الوحيد بالنسبه لنا السينما. غير دلوقتي انت عندك دلوقتي حاجات كتير قوي ممكن تشغلك وممكن تاخدك وتروح هنا وتروح هنا، لكن في وقتنا ما كانش غير السينما. تمام. لما اتعرض عليا الشغل في السينما، مين اللي عرض عليك؟ محمد عبد العزيز المخرج. اه، يعني انا في يوم خارج من التمرين متعفر ومضطرب وعرقان، ولقيت واحد مستنيني على السور بيقول لك كابتن عايزك اتكلم. واحد اهلاويه كبار بيتهيألي. اه طبعا، محمد عبد العزيز وعمر. أيه. الاثنين اهلاويه ما شاء الله عليهم. أيه. يعني فعايزك، فقلت له طيب استناني في الجنينه. اخذت دش وغيرت هدومي ورحت الجنينه، قعدت معاه، عرفني بنفسه بقى. انت ما كنتش تعرفه؟ لا خالص، ما كنتش تعرفه. خالص يعني. فقال لي دلوقتي في فيلم والفيلم دوت مكتوب لإكرامي حارس مرمى النادي الأهلي. خلاص؟ ففيلم يعني، وأنا بحب السينما أيوه وبروح أدفع جاي لغاية عندك. وبعدين ده أنا بخش مرة يعني في اليوم مثلا ممكن أخش السينما مرتين، أخرج من هنا أخش هنا يعني. أيوه. وبعدين فوجئت إن أنا هشتغل مع مين؟ الله يرحمه بقى، فريد شوقي. عادل إمام. ماما كريمة. سهير رمزي. اللي كنت بدفع فلوس وأقطع تذاكر واقعد بالساعتين اتفرج عليهم. فانا وافقت على طول. أيوة. بدون نقاش. وبعدين لما عرض عليا الحدوته بقى لقيتها تقريبا يعني ايه، مش هتبذل فيها مجهود قوي، هي شخصيتي. انا الشخصيه المرحه، بحب اعمل مقالب ومش عارف ايه. على فكره انا كنت بعمل مقالب في ابويا يعني رحمه الله عليه، وكنت بتضرب منه، باخد كل علقه وعلقه يعني. بس شريف بيعمل فيك مقالب ولا لا؟ شريف يخضني. شريف يخضني، لكن مقالب لا يخضني. لا بس ممكن يعمل فيها يعني مقلب، ايه، يقع قلبي في حاجه مش عارف ايه الكلام ده يعني. فلما اتعرض عليا الكلام ده لا وافقت على طول. وبعدين يعني الله يرحمه فريد شوقي عضو عندنا في النادي من زمان، كنت بشوفه في التمارين وبشوف في النادي كتير. بس انت ظهرت في دويتو كمان مع عادل امام في الفيلم ده، وكانكم بتمثلوا مع بعض او عارفين بعض من زمان يعني. هم اللي وصلوني لكده. سواء عادل، انا طبعا بكن له كل احترام طبعا، وفريد الله يرحمه، وماما كريمة، يعني دول اللي كان شغلي معاهم يعني. يمكن سهير رمزي كان شغلي معاها قليل قوي يعني. أي. هم أولا كلهم أهلوية. يعني أنا لما اشتغلت مع الكاست دوت من أول المخرج لغاية عامل الإضاءة ولا كلهم أهلوية. فكانوا بيساعدوني ووصلوني لمرحلة أن أنا ما قلقش من حاجة وما خافش من حاجة. وليه قررت تبعد عن مجال التمثيل؟ ما السينما ما ضافتليش حاجة. أنا دخلت حاجة بحبها، أشبعت رغبتي فيها، خرجت منها ما فشلتش الحمد لله، عملت أدوار كويسة وأدوار كلها محترمة ومعلقة في دماغ الناس لغاية دلوقتي. لكن ما ضفتش. أنا لعيب كورة، حارس مرمى، صعب إن أنا هبقى ممثل أو يبقى دي مهنتي. أنا طبعا بنام بدري وليا نظام والحاجات دي كلها. هسألك أسئلة كابتن إكرامي وترد عليا بخسارة شديد جدا أو لا. ندمان على أي حاجة حصلت طول مشوارك؟ خالص. لو رجع بيك الزمن تحب تغير أي حاجة من اللي حصلت في مشوار كابتن إكرامي؟ هختار نفس الخط اللي أنا اخترته. راضي عن اختياراتك وقراراتك جوه جدران النادي الأهلي؟ الحمد لله. تتمنى إنه شريف إكرامي يرجع مرة ثانية ينضم أو يلبس تيشرت النادي الأهلي؟ أتمنى من كل قلبي إن يختم حياته في النادي الأهلي زي ما أنا عملتها. أنا بشكرك شكرا جزيلا،
نورتنا وشرفتنا وكل سنه وحضرتك طيب، ويعني تسمح لي تختم انت اللقاء الجميل ده مع جمهور النادي الاهلي، تحب توجه لهم كلمه في برنامج السادسه تقول لهم ايه؟ اقول لهم زي ما شريف قال ان انتوا السند الرئيسي للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، وطول عمرنا كنتوا انتوا السند، وانتوا اللي عملتونا، وانتوا اللي وقفتوا جنبنا، وانتوا اللي شلتونا على كتافكم. فاتمنى من ربنا يا رب ان انتوا تستمروا على هذا المنوال، ونبعد عن التعصب الاعمى اللي هو بيوصلنا لحاجات مش كويسه. واتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي تكون انتوا في ظهر النادي الاهلي وفي ظهر لعيبه النادي الاهلي لتحقيق البطوله الافريقيه ان شاء الله. كل سنه وانتوا طيبين، وما تاكلوش لحمه كتير بقى. نورتنا يا كابتن اكرامي، بشكرك شكرا جزيلا تشريفك لينا. كل سنه وحضرتك طيب. بشكر حضراتكم على متابعتنا في اولى حلقات السادسه، مستمرين مع حضراتكم على مدار ايام الاسبوع من الحد للخميس كل يوم الساعه السادسه مساء. تابعونا، بشكر حضراتكم، ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده والسادسه مساء.